السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر. البنات اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية ان شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة، تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وافكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة. هدفي من القناة اشحنكم بكل الطاقات الايجابية، اخلصكم من اي طاقات سلبية دخيلة بتشعروا بيها وبتأثر على يومكم وبتأثر على مجالكم الطاقة. النهاردة هنتطرق لموضوع وهو الانتقال الطاقي من خلال الأحبال الأثيرية بين الأشخاص. إزاي الطاقة بتتنقل من شخص لشخص؟ إزاي لما شخص بيكون بيفكر فيا وشغل تفكيره بيا، إزاي طاقة التفكير وطاقة المشاعر وطاقة الحب اللي عنده بتتنقل للشخص الآخر وبيشعر بيها وبيحس بيها؟ إيه ميكانيزم او آلية عمل هذه الطريقة؟ بتحصل ازاي؟ اول حاجة لازم نعرفها ان احنا كاشخاص كلنا مرتبطين مع بعض على المستوى الطاقي من خلال احبال طاقية او احبال اثيرية. الاحبال الاثيرية دي بتنقل الافكار وبتنقل الطاقات وبتنقل الاحاسيس والمشاعر والرسائل والتخاطرات، كل حاجة بتتنقل عبر هذه الأحبال الطاقية. لما شخص انت بتشغل تفكيره وبيفكر فيك، عقله بيبتدي يرسلك طاقات، يرسلك أفكار، يرسلك مشاعر. هذه المشاعر والأفكار والأحاسيس بتجيلك من خلال ايه؟ بتجيلك من خلال الحبل الطاقي المرتبط بينك وبين الشخص اللي بيفكر فيك. لازم نعرف شيء مهم جدا جدا جدا، اللي كل انسان بيمتلك حقل طاقي يحيط به. هذا الحقل الطاقي عبارة عن ايه؟ الحقل الطاقي اللي بيحيط بالانسان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن افكاره اللي بيفكر فيها، عبارة عن نواياه اللي بينوي ان هو يحققها، مشاعره اللي بيحس بيها، قناعاته اللي مقتنع بيها ومترسخة عنده، معتقداته تجاه الاشياء. كل ما يحمله داخل نفسه بيكون موجود في الحقل الطاقي المحيط بالإنسان. وهذا الحقل الطاقي بيخرج منه أحبال أثيرية، مش حبل واحد، أحبال أثيرية بالأشخاص اللي بيعرفهم. كل شخص انت بتعرفه بيتنشأ ما بينك وما بينه حبل طاقي أو حبل أثيري، يعني ممكن يخرج من هذا الحقل الطاقي ملايين من الأحبال الطاقية، يتسع لخروج ملايين من الأحبال الطاقية على حسب الأشخاص اللي انت بتعرفهم، على حسب الأشخاص اللي انت عارفهم حق المعرفة فعلا، مش شخص شفته كده وخلاص وانت ما انتش فاكره أصلا. لا، لازم تكون عارف الشخص والشخص الآخر عارفك، يعني شرط ان عشان ينشأ حبل طاقي بينك وبين شخص تكون انت عارف الشخص والشخص الاخر كمان عارفك. هنا بيكون الارسال والاستقبال من خلال الحبل الطاقي ما بينكم قوي جدا، عكس ان انت ما تكون عارف شخص والشخص الاخر ما يعرفكش، فهنا الحبل الطاقي بيكون يعني مش قوي او ما بيتنشأش اصلا، او بيكون يعني ضعيف جدا جدا، لان الشخص الاخر مش عارفك، فما فيش حبل طاقي يربطك بينك وبينه. الشرط الاساسي ان انت تكون عارف الشخص ومتأكد ان الشخص عارفك، ما تجيليش على شخص ما تعرفوش وتقول لي انا همارس تمرين تخاطر وهنقل طاقة. الطاقة مش هتتنقل، الشخص الاخر مش هيشعر بيك. لازم شرط ان الشخص الاخر عشان يتنشأ ما بينكو حبل طاقي، ان الشخص يكون عارفك حق المعرفة وانت عارفه وشخصيتكم معروفة لبعضها. زي مثلا ما تكون انت مسجل رقم تليفون حد انت عارفه وهو مسجل تليفونك، انت مسجل تليفون شخص وهو مسجل تليفونك، فانتوا لما تتصلوا مع بعض او بتتصل عليه طبيعي هو عارف مين اللي بتتصل، وهو برضو لو اتصل عليك انت بتبقى عارف مين اللي بتتصل لان انت مسجل الرقم، فهنا بيكون الارسال قوي جدا جدا وانتوا عارفين بعضكم، والطاقات هتوصل بسهولة وهيفتح عليك وهيرد بكل سهولة وهيستجيب معاك. اما لو انت مش مسجل الرقم فالتليفون هيرن، انت عارف رقمه وهو مش عارف رقم، التليفون هيرن لكن الشخص الاخر مش عارف مين اللي بيتصل بيه بالظبط. في طاقات جايه لي وانا مش عارفه الطاقات دي جايه لي منين،
هكون مشوش، هتلاقي تشويش في مجالك الطاقي، هتلاقي تغيرات جسدية بتحصل لك، هتلاقي صداع، هتلاقي، لكن ما انتش عارف حاجة، عقلك اللاواعي مش قادر يلقط مين اللي بيرسل له هذه الرسائل. فلازم تكون عارف الشخص حق معرفة وهو عارفك، علشان اي تمرين تخاطر تقوم بيه تلاقي نتيجة مرجوة منه. زي ما قلت، كل انسان يمتلك حقل طاقي يحبي، وعرفنا الحقل ده عبارة عن افكار، نوايا، مشاعر، معتقدات، قناعات، كل شيء داخل نفسك. طيب ايه كمان؟ لازم نعرف ان الطاقات معدية. يعني ايه الطاقات معدية؟ الطاقات معدية مثل الامراض تماما. لما تقعد جنب انسان عنده مثلا دور برد، اكيد انت هتتعدي منه. وبرده نفس الشيء لما تقعد مع انسان عنده طاقات سلبية، الطاقات السلبية هتتنقلك. الطاقات بتتنقل وبتعدي الاشخاص الموجودين. يعني لو شخص في مجال العمل، انت حاسس ان الشخص ده شخص متشائم على طول، شخص طاقته سلبية على طول، شخص على طول بيحكي مشاكله، يعني اول ما بيوصل المكان كده تحس فيه تشاؤم وفي طاقات سلبية حطت على المكان، فانت قلبك يتقبض، تخاف، تتشائم زيه. انت لقطت منه الطاقات السلبية اللي عنده، وهو خد منك الطاقات الايجابية اللي انت حاسس بيها، اللي انت كنت جاي الشغل الصبح عندك طاقة ايجابية، عندك نشاط، مستعدة تشتغل، تعمل احسن ما لديك. اول ما الشخص ده وصل المكان حسيت برهبة، حسيت بصداع، حسيت بتشاؤم، حسيت بحاجة كده، انقباض في المكان كله مش فيك بس. ده طاقته السلبية اثرت على المجال والمكان اللي انت فيه، واثرت عليك شخصيا. الطاقة بتاعته السلبية اتنقلت لكو، اتعديته منه، وده دليل ان الطاقات بتتنقل. ده دليل قوي ان الطاقات بتتنقل. في انسان كده اول ما يدخل المكان تلاقي المكان بيشع بهجة، بيشع نور، انت فرحان بوجوده، حتى لو انت مش بتحبه او بتفكر فيه، بس انسان كده عنده طاقة ايجابية ونشاط وحيوية، تلاقي المكان كله، حتى الجماد تحسه فرحان بيه، تحس ان بيدي طاقة للمكان، طاقة ايجابية للمكان. وفي انسان يدخل المكان تحس ان ملاه طاقات سلبية وملاه اشمئزاز وملاه تشاؤم، تحس ان انت عايز تمشي من المكان، ما انتش حابب تقعد في هذا المكان. ده دليل ان الطاقات بتتنقل. الطاقات بتتنقل من شخص الى شخص، ومن شخص الى الاشخاص الموجودين في المكان. علشان كده بقول لكم ما تتكلموش كتير في مشاكلكم، ولا ما تتكلموش كتير في مشاكلكم، ولو شخص اتكلم في مشاكل قدامكم حاولوا تنسحبوا بصنعة لطافة من هذا الحديث السلبي. في اشخاص على طول بيشتكوا ان هم بيقوموا بتمارين تخاطر، وتمارين التخاطر ما بتجيبش نتيجة معاهم. تأكد ان تمارين التخاطر مش هيجيب نتيجة معاك لو انت عندك طاقات سلبية كتير، او لو انت عندك طاقات تعطيل في المجال بتاعك، في مجالك الطاقة. يعني ايه طاقات تعطيل؟ طاقات تعطيل ديت هي اللي بتعطل الارسال والاستقبال الطاقي منك والى الشخص الاخر. طب يعني ايه طاقة التعطيل دي، واعرفها ازاي اللي انا عندي طاقة تعطيل؟ لو انت انسان على طول بتنتقد الاشخاص، بتتصيد العيوب، بتتحرى الاخطاء، بتنشر فضائح الناس بينك وبين اصحابك، انسان بتقعد في مجلس فيه نميمة، انسان بتجاهر بالكره والحقد، ان انت بتكره فلان وبتحقد على فلان وبتجاهر بكده مش ما بينك وبين نفسك، كل دي اعرف ان هي طاقات تعطيل انت زرعت بذرتها داخل مجالك الطاقي. هذه الطاقات بتمنع الارسال وبتمنع الاستقبال. لازم تنظيف لمجالك الطاقي من كل هذه السلوكيات وكل هذه المعتقدات. انت ما تنتقدش اشخاص، كلنا عيوب، محدش ينتقد حد. عايز تنتقد، انتقد في مجال شغلك، في مجال تقرير مثلا، انما مش بينك وبين اصحابك تقعد تنتقد عمال على بطال. لا تتصيد العيوب، كلنا زي ما قلت كلنا ملانين عيوب.
ما تقعدش تدور على اخطاء الناس، ما تقعدش تنشر فضايح، ما تقعدش في مجلس نميمه وتقول لي انا الارسال والاستقبال عندي ما بقدرش استشعر، وحاسه الادراك الحسي عندي ضعيفه وعندي طاقات سلبيه. ما لازم يكون عندك طاقات سلبيه، ولازم يكون ادراكك الحسي منعدم، ولازم يكون في مشاكل في مجالك الطاقه، ولازم تفضل مشوش على طول وما انتش عارف مين الاشخاص اللي بيفكروا فيك او شعورهم ايه. هتعرفهم لكن ما انتش عارف شعورهم ايه، هل بيحبوك هل بيتلعبوا بيك، بيبقى عندك توتر على طول وقلق وصداع وحاجات كتير جدا جدا، امراض نفسية وجسدية بتحس بيها. ليه؟ لان انت زرعت بذرة هذه الطاقات، اسمها طاقات التعطيل في مجالك الطاقة. هذه الطاقات لو ما تخلصتش منها بتفضل تكبر وتنمو في المجال الطاقي، وبيبقى صعب جدا جدا ان انت تتخلص منها. زي الانسان اللي بيقعد فترة في الظلام كده تلاقيه فقد الابصار، برضو نفس الشيء اللي بيعيش في واقع سلبي، اللي عنده شغف وحب ان هو يتصيد اخطاء الاخرين وهو كله اخطاء، طبيعي مجال الطاقة هيبقى فيه مشاكل كبيرة.